السؤال بعدي بدورة الجراحة سؤال 25. Which of the following pathological feature would differentiate ulcerative colitis from Crohn's disease؟ يعني بده إشي خاص بمين بالulcerative colitis. هل هو الجي آي فيستولا؟ بالعكس الجي آي فيستولا بتيجي مع الكرونز ديزيز طلابنا. برينال أبس ديزيز كمان هي بتيجي مع الكرونز ديزيز. كريبت أبسس هاي ممكن تيجي مع الاثنين ولكن هي مور كومن وين في الulcerative colitis. هاي بتيجي بالulcerative colitis كريبت أبسس. أبدومينال ماس كريبت أبسس غالبا بتكون في الميكوزا والمرض اللي بتكون أفكتد في الميكوزا هو الulcerative colitis mainly. اسمه ulcerative colitis هو التهاب التقرحي لالتهاب القولون. أبدومينال ماس أكثر في الكرونز ديزيز بسبب الجرانولوماتيسيز. أفسس ألسر أكثر كمان في الكرونز ديزيز. فالجواب هو عبارة عن سي اللي هو كريبت أبسس. حط لك جدول أنا الفرق ما بين الألسرات الكولاتس وما بين الكرونز. الكرونز ميزته تكون سكيب ليجن منطقة مصابة منطقة سليمة منطقة مصابة منطقة سليمة. العكس الألسرات الكولاتس بتكون كونتينوس نو سكيب ليجن. موسكوم سايد افكت الألسرات الكولاتس هو الركتم. موسكوم سايد افكت في الكرونز هو إليوسيكال أو تيرمينال إليوم عن إليوسيكال فالف. على كل حال هاي الكومبليكيشن والكلينيكال بيكتشر فروقات بيناتهم الباثولوجي الفروقات بيناتهم ومن ناحيه السيمبتومز والساين كمان فروقات بيناتهم والكومبليكيشن. طيب نيجي للسؤال بعدين سؤال 27. سؤال 27 ان 50 year old patient present with dull aching pain in his epigastric and umbilical area. منطقة الإبيجاستريك يعني رأس المعدة والأمبلايكس يعني حوالين الصفحة. راديشن تو ذا باك بتعمل راديشن على الباك فور لاست 6 مانث لآخر ست أشهر. He has episode of exacerbation of the pain which lasts for a day or two. يعني بصير عنده episode of exacerbation للبين بيستمر لمدة يوم أو يومين. This is associated with nausea and occasional vomiting and diarrhea. يعني بصير عنده vomiting بصير عنده diarrhea most days. He has lost some weight over this period. يعني صار عنده loss of weight. 2 months ago he was diagnosed with type 2 diabetes and is on oral medication. بلشوا على oral medication للtype 2 DM. He admitted to more than average alcohol. He admits to more than average alcohol consumption. يعني هو بيشرب الكحول أكثر من الaverage. Patient has been diagnosed with chronic pancreatitis. يعني المريض لاحظ بالهيستوري عنده alcohol consumption وهذا الكحول عمل له chronic pancreatitis. المريض عنده epigastric and umbilical pain مدة 6 أشهر يعني عنده كرونيك بين. فالمريض شخص بكرونيك بين كارثة. لاحظ أنه معطيك التشخيص بالنهاية. بس typical serum changes of pancreatic function test اللي هو الأماليز واللابيز include one of the following عند هذا المريض اللي عنده كرونيك بين كارثة. شو typical serum changes? Slightly decrease in the early stage then normal to low level in the advanced stage ولا slightly elevated in the early stage then normal to low level in the advanced stage ولا markedly elevated in the early stage with normal in advanced stage ولا ماركلي إليفيتد دائما بتكون ولا نورمال ليفل دائما بيكون. شو رايكم في الكرونيك بنكرياتيتس؟ شو تيبيكال تشينج في البنكرياتيك فانكشن تيست في الاميلوز الابيز؟ في البدايه بيرتفع ارتفاع بسيط اللي هي سلايتلي إليفيتد في الايرلي ستيج بعدين بصيروا نورمال او يمكن يصيروا لو وين في الادفانس ستيج. فهذا هو الخيار الصحيح والخيار بي. هذه المتغيرات التيبيكال بتكون سلايتلي إليفيتد في الايرلي ستيج ايو سلايتلي إليفيتد في الكرونيك الايرلي ستيج. هاي مهم جدا. سرم أماليز and لابيز level may be slightly elevated في كرونيك بنكرياتيتس في الأرلي ستيج. في الأدفانس ستيج بالعكس شو بصير كل خلايا البنكرياس بتموت. إذا ماتت كل خلايا البنكرياس شو ماله بصير الليفل نورمال أو يعني أول شيء هو يكون slightly elevated بعدين بصير نورمال. في الأدفانس ستيج بصير له. فهاي هي التيبيكال لهم لما نوصل مرحلة significant fibrosis of the pancreas resulting in decreased concentration of these enzymes within the pancreas. هاي هون أنا شارح لكم اللي هي تبيكال تغيرات بتصير وين في الكرونيك بنكرياتيتس. طب وين بنلاقي مارك اليفيتد في هاي الانزيمات؟ هم بنلاقيها في الاكوت بنكرياتيتس. هاي ليفل ار فاوند اونلي ديورينج اكوت اتاك اوف بنكرياتيتس. في الحالات الاكوت اتاك اوف بنكرياتيتس احنا بنلاقي هاي الانزيمات فيري هاي. طيب نيجي لبعديها سؤال 28. اما 60 يير اولد اوبيز فيميل سكادجول تو هاف الكتيف ويتلوس اوبريشن اللي هي بارياتريك سيرجري عمليه تخفيض الوزن. She has a history of DVT. عندها DVT 2 months prior to admission. قبل ما تدخل المستشفى بشهرين كان عندها DVT. Deep vein thrombosis. Has not been mobile for the last 2 months. يعني آخر شهرين ما كانت تتحرك. So she has been taking warfarin since. يعني منذ هذاك الوقت هي بتأخذ warfarin اللي هي oral anticoagulant. Based on given clinical case scenario, the best preoperative management for warfarin therapy is. يعني المريضة دخلت على المستشفى عشان نعملها weight loss surgery. وهي عندها هيستوري اوف ديفيتين ماشي على الورفارين. شو افضل شيء مانجمنت لها؟ ستوب الورفارين 5 دايز برايور تو سيرجري. نوقف الورفارين لمده اللي هو 5 أيام قبل العمليه ولا نو نيد تو ستوب الورفارين اند بروسيد تو سيرجري ولا ستوب الورفارين 6 اورز 6 ساعات فقط ولا ستوب الورفارين 7 ايام
ولا stop warfarin 2 days prior to surgery. طبعا الجواب الصحيح انه لازم نوقف الورفارين لمده 5 ايام قبل العمليه ومنحول المريضه على low molecular weight heparin. وقبل العمليه ب 24 ساعه منوقف او نعطي اخر دوز low molecular weight heparin ونعمل العمليه. وبعد العمليه اذا كان ما في عندي high risk of bleeding بنبلش المريضه على low molecular weight heparin وبنفس الوقت ممكن نبلشها على warfarin. بعد 3 ايام من low molecular weight heparin مع الوارفارين مجرد ما الانار وصل للتارجت تبعنا التارجت غالبا بيكون بين 2 و3 بنوقف low molecular weight heparin بنخليها على الوارفارين. هذا بسموه هو البريدجنج. طيب explanation high risk condition او low risk condition. المريضه هاي لاحظوا عندها obesity فهي بدها تعمل weight loss surgery وهي عندها history of DVT فهي نعتبرها high risk. نعتبرها high risk. هذول الناس طلعوا mechanical mitral valve او الناس اللي عندهم بروستيزس اللي هو الفالف او دي في تي او بي اوكيرينج ويذن باست 3 مانث. هاي واحده منهم كانت عند اخر شهرين دي في تي او بي ان بيشنت وذ اكتف كانسر وذ اكتف كانسر هايبر كوبل ستيت او ريسنت ثرومبو امبريكو بزنس. هذول كلهم يعتبروا هاي ريسك. هذول يعتبروا هاي ريسك. اللو ريسك اللي هو نيور موديل اوف ميكانيكال اورتيك فالف او اترال فيبريليشن وذاوت اديشنال ريسك فاكتور فور ستروك او تي اي او دي في تي او بي اي of hypercoagulable state without recent thromboembolic visits DVT-OB occurring more than 3 months. لاحظ المريضة هي بآخر شهرين فهي high risk تعتبر. فصفور low risk thrombosis شو بنعمل احنا بها discontinue warfarin لمدة 5 أيام prior to surgery then give a last dose on the day 6 فنوقفه لمدة 5 أيام. patient can receive prophylactic dose and fractionated heparin prophylactic prophylactic dose and fraction heparin أو low molecular weight heparin for thromboprophylaxis until نعطي prophylactic dose طبعا نعطي low dose until the INR until the INR is therapeutic. يعني ممكن نعطي هذا الشيء للهاي ريسك. وهذا مريضنا مريضنا هي هاي ريسك شو بنعمل discontinue warfarin لمدة 5 أيام. هون بنمشي على إيش نعطيها therapeutic dose if indicated give therapeutic dose of low molecular weight heparin على اليوم الرابع اليوم الثالث اليوم الثاني. بنوقف low molecular weight heparin متى 24 ساعة قبل العملية 24 ساعة قبل العملية. إذا كانت عمليتها مثلا 9 الصبح اليوم قبل بيوم ب 24 ساعة بنكون موقفين therapeutic dose of low molecular weight heparin. هاي الإجراء اللي احنا بنعمله هذا الإجراء اللي بنعمله. هسا إذا بعد العملية in the absence of indicated procedure specific thromboprophylaxis regimen start prophylactic dose of low molecular weight heparin 12 ل 24 ساعة بعد العملية خاصة إذا كانت العملية مثلا مش high risk للبليدنج. بعد 12 ل 24 ساعة من العملية بنبلش low molecular weight ايش heparin. هذا اللي احنا بنعمله. Consider escalation to therapeutic dose of low molecular weight heparin starting ايش post-operatively. يعني احنا بنبلش اول شيء prophylactic dose بعدين consider escalation to therapeutic dose of low molecular weight heparin post-operatively على اليوم الثالث. اليوم الثالث بنبلش ايش therapeutic dose. If there are no bleeding concern discuss dose and timing of post-operative low molecular weight heparin with surgeon. بعض الاحيان restart warfarin at the pre-operative dose as soon as hemostasis is assured. يعني مجرد ما الهيموستاز assured ما في risk of bleeding نبلش الوارفارين as soon as possible حتى لو كانت على البوست اوبراتيف دي 1 يمكن نبلش. طيب على كل حال طب اذا كانت السيرجري او بروسيجر كان بي دان او emergency اقل من 24 ساعه شو بدنا نعمل؟ مريض على وارفارين اجانا على الطوارئ just continue warfarin at administer IV vitamin K. نعطي 10 ملغرام IV vitamin K. If the surgery will be performed within 6 hours خلال 6 ساعات لازم المريض نحضر له PCC اللي هي prothrombin complex concentrate أو fresh frozen plasma. إذا كان مش available PCC بنعطي fresh frozen plasma. Check INR immediately after product infusion. يعني بعد ما نعطي product infusion نعطي PCC نعطي PCC اللي هي مثلا 3 units أو 4 units أو fresh frozen plasma كان نعطي 3 units of FFP ومنشك INR check INR بعد ما نعطي إحنا هذول اليونت بعد ما نعطي الفيتامين K. هاي الاجراء اللي احنا بنعمله بحالات الامرجنسي اذا كان مريض على الوارفارين جايين على الطوارئ عنده بليدنج وبدنا نعمل له عمليه. هذا اللي بنعمل احنا ديسكونتينيو وارفارين مستر اي في فيتامين كي 10 ملغرام غالبا احنا بنعطي 10 ملغرام فيتامين كي وبنعطي اللي هي البي سي سي اللي هي بروثرومبين كونستريت. اذا مش افيلبل بنعطي فريش فرونز بلازما. تشيك ان ار ايميديتلي افتر برودكت انفيوجن اند باير تو سيرجري تو دوكيومنت ذا كوركشن. اف ان ار نوت كوركتد كونسيدر ريبيت ادمستريشن اوف بي سي سي اند اف بي. إذا ما تحسن الـ INR ما نزل نعطي مرة ثانية نعطي other 2 units or 3 units of FFP أو or BCC نعطي واحد منهم. طبعا BCC هي المفضل البروثرومبين كومبلكس كونسنتريت. نيجي للبداية سؤال 29 طلابنا في عندي 19 year old male is brought to the hospital after sustaining an abdominal injury while playing rugby.
صار عنده abdominal injury. He is complaining of left upper abdominal pain. عنده في الربع العلوي الأيسر عنده pain. And he has some bruising over the same area. عنده كدمات في المنطقة بنفس المنطقة. بلس عنده البنس لازم تكون 110 هون. خطأ مكتوب 5-1-10. هي تكون 110 أتوقع. And respiratory rate 25. ننتبه طلاب من respiratory 25. And his blood pressure 105/82. Imaging show grade 2 splenic injury. لاحظوا أن عندي grade 2 splenic injury and left upper quadrant fluid collection. Imaging show إيش على الأغلب ultrasound نعمل له هذا. Based on given clinical case scenario أو ultrasound كونه stable يمكن نعمل له CT scan طبعا. يمكن نعمل له CT scan. هسا لأنه grade 2 هاي غالبا بتكون طبعا based CT scan. تقرير CT scan مستحيل ultrasound يطلع هيك. طب based on given clinical case scenario estimated blood loss of this patient. هاي مهم جدا نعرفها طلابنا. Estimated blood loss كيف احنا بنحدده؟ اعتمادا على degree of the high volumic shock. لاحظ المريض blood pressure عنده still normal لانه الهارت ريت عنده مرتفع، عنده الهارت ريت 110 100 لازم هو يكون 1-1-1-0 اللي هو 110 والريسبيرتوري ريت عنده 25. هل هو degree of shock؟ لاحظوا high volumic shock في عندنا stage 1 stage 2 stage 3 stage 4 stage 3 وstage 4 ميزتهم انه شمال الضغط فيهم بنزل reduce blood pressure reduce. لاحظ المريض من الضغط عنده ساعته 105/82 ساعته normal لذلك هو يا بالستيج الاول بالستيج الثاني. لاحظ الهارت ريت عند الريسبيرتوري ريت عنده 25 والهارت ريت عنده 110 فلاحظوا الريسبيرتوري ريت هي الهارت ريت هارت ريت اكثر من 100 100 ل 120 100 ل 120 هون بتكون اكثر من 120 والريسبيرتوري ريت لاحظوا الريسبيرتوري ريت الريسبيرتوري ريت بريثنج ريت لاحظوا من 20 ل 30 مريضنا عنده 25 فهو الستيج تبعه 2 ستيج 2 قديش بيكون البلد لوس بالام ال من 500 الى 1500 فالجواب هو من 500 الى 1500 اللي هو اذا الجواب هنا يعني جواب هلاحظوا هون السجل الاول 750 السجل الثاني لازم يكون من 750 عفوا الى 1500 750 هون خطا محطوطه اللي هو من 750 الى 1500 لانه السجل الاول 750 السجل الثاني 750 الى 1500 السجل الثاني 1500 الى 2000 السجل الرابع اكثر من 2000 اذا مريضنا هو من 750 الى 1500 يعني من 750 الى لتر ونص تقريبا فالجواب هو هي 750 الى 1500 هذا هو الجواب اللي هو كلاس نسميه احنا كلاس 2 hypovolemic shock class 2 hypovolemic ايش shock class 2 hypovolemic ايش shock هذا هو اللي عند المريض هذا سؤال 29 السؤال بعدي لاحظ الفروقات البلد لوس تقريبا 15% من البلد فوليوم في الستيج الاول الستيج الثاني 35% الستيج الثالث 30-40% الستيج الرابع تكون اكثر من 40% البلد لوس لاحظوا 750 هون 750 ل 1500 الستيج الثالث 1500 ل 2000 هون اكثر من 2000 هارت ريت اقل من 100 هون 100 ل 120 الستيج الثالث 120 ل 140 الستيج الرابع اكثر من 140 بلد بشر انتبهوا عليه هون نورمال بيكون الستيج الاول الستيج الثاني الستيج الثالث الستيج الرابع بيكون ايش ريديوس بريثنج ريت لاحظوا يعني من 15 ل 20 هون من 20 ل 30 هون من 30 ل 40 هون اكثر من 35 كونشسنس بيكون لو ريستلسنس ستيج 2 بيكون مودريت ريستلسنس ستيج 3 بيكون هاي جريد ريستلسنس اند ديس اورينتيشن ستيج 4 بيكون ان كوما او بري كوما مثل السؤال بعدين سؤال 30 عندنا 15 يير اولد السؤال رقم 30 هو 15 يير اولد boy has been brought to the into the A&E department and having been stabbed يعني stabbed يعني stab wound يعني عندنا طعنة in the left side of the axilla he is gasping for breath and his pulse oximetry shows saturation saying يعني عنده hypoxia and gasping for breathing يعني بلتقط أنفاسه زي هي يعني أنفاس متقطعة بتكون هاي بسموها gasping for breathing vital are blood pressure 125/70 ضغطه نوعا ما كويس heart rate عنده 80 heart rate كويس sputter rate عنده 20 physical examination there is open wound in the region of the fifth left interspace through the sucking sound can be heard يعني لما ياخذ نفس يصير عندي sucking sound زي كانه في عندي suction في منطقه الوند زي كانه negative pressure decrease لاحظوا هون عندي decrease air entry under the left side of the ear of the chest في المنطقة اللفت based on different history and physical examination the most likely diagnosis tension هل البكتشر هذا tension المثارات كم الضغط normal heart rate normal فهي less likely يكون عندي tension المثارات tension المثارات بيجي معها اللي هي tension path of surgery اللي بصير عندي distended neck vein بصير عندي hypotension وبصير عندي اللي هو tympanic الاير انتري بيكون لو ديكريز اير انتري على منطقه تنشن فورس وبكون تمبانيك في البركشن بيكون عندي اللي هي تمبانيك ساوند ف هي يعني هايبر ريزونانس ساوند
فلذلك التنشن المتفرق في السلاك اللي هنا ما في عندي انا تنشن بث اوف سيرجي بالسؤال هنا. فكاردك تمبونيت كمان السلاك التارك تمبونيت لازم يكون معها كمان البكتريات هم هابو تنشن تستند جيبولر فين مع نورمال هارت ساوند. فيل تشست السلاك اللي هنا جواب هو اوبن نوموثوركس فالمريض هو عنده اوبن نوموثوركس. This young boy has open pneumothorax or sucking chest wound. And the sucking chest wound and open pneumothorax. The wound should be immediately closed with plastic opposite dressing tapped only in the three sides to create a valve. عشان الهواء اللي بيدخل يقدر انه يطلع فماذا تعطيها من three sides فقط. So the air can be escaped out and not cause tension pneumothorax. هاي مهمة جدا نعرفها. طيب نيجي بعديها اللي هو 31 سؤال 31.